ننتظر ردة فعل اللاعبين على أرضية الميدان. هذه المحاولة التي كان وراء أوتشي بعد توزيع ريعه ممتازة بالمليمتر مجتمعة في منطقتها جيدا. الانطلاق في هجمة معاكسة 3 ضد 3 3 ضد 3 من هناك على الجهة اليسرى. واصل واصل يدوغل راح شد ضربها وقام باللازم توغل وشاهد وكان ذكيا في الكرة هذه. كيف توغل وكيف سدد وكيف استعمل البراعة الحارس صالحي. تلعب بسرعة هاي كرة صعبة هاي ممتازة التدخل عودة الدفاع التسديد هاي الإعادة للكرة الأخيرة. كيف سددها مهدي بن علجية وكيف كاد على المدرجات. هم اللاعب رقم واحد مع فريقهم الراسي الراسية التي كانت تتحول إلى هدف على ما أعتقد هو الذي سرق هذه الإعادة. كيف صعد وضربها حمرون براسه على مرتين يلعبها مع عبد الرحمن حشود. هل سيوزع هذه الكرة كما جاءت؟ جميلة وممتازة التوزيعة وحتى اللعبة كانت في المستوى. الشيء أكيد بما أنهم التحقوا بالمدرجات قبل 4 ساعات من بداية هذا الكلاسيكو وبالتالي على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم. ماذا كاد يفعلوا؟ فريوي وضعها بعد أن وزع عشود ردها القائم بالقائم الأيسر. هي الكرة الأولى من تبي وزعها اصطدمت ثم عادت على طبق منح التقدم للمولودية في حدود الدقيقة 44. أجمل وأحلى سيناريو يا محمد. التوزيع والركنية شعال في المتابعة. تفضل محمد. تسديدة أمير بليلي من حوالي 40 متر محمد. هو ضمن التغيير اللي قام به المدرب شبيبة القبائل هو خرج وقاسي ودخل الرناي ربما باش يكون أكثر هجومي. بعد هذه يعني الكرة الخروج اختلط الحابل بالنابل. جزاء بعد هذا الخروج السيء للحارس أمام فريوي. سنشاهد الإعادة. فريوي قدم رجله أعتقد بأنه أمادة وصالحي صلحها صالحي وبعد المباراة من جديد طدا منيعا في هذه الكرة التي صدى ورد كرة أمادة. المباراة إذا تصدقوني ستشتعل أكثر لأن عناصر الشبيبة لن تكتفي بعد هذه التسديدة. ما هذا هو في الثانية صد هذه التسديدة التي أبعدها إلى الركنية. الشبيبة صحيح أنها لم تعادل النتيجة ولكن الأمل عاد لها. هي كرة القدم في بعض الأحيان هكذا. رفعت الكرة الوقت يمر والنتيجة على حالها. الرأسية تغيرت النتيجة وعدلت الشبيبة وبالفعل في أول كرة وفي أول محاولة عدلت النتيجة من قبل المدافع الذي فعل ما لم يفعله المهاجمين. ارفع هالو حط هالو في راسه براسية هز بها شباك المولودية وحرك بها المدرجات حرك بها انصار الشبيبة على المدرجات الذين استعادوا الامل وانطلقت المباراة من جديد. في مستمرة التهديد من جانب فريق شبيبة القبائل. الراسية ممتازة صعد لها ممكن في المنطقة تاع مدية الجزائر. لهذا يعني سبقوا مدية الجزائر يرتكبوا اخطاء. يسترجعها منه التسديدة بالغربي ما زال الخطر. هاي كرة صعبة انقذ مرماه من هدف محقق. شعال كان سدا منيعا في الاولى صدمت بالدفاع وعادت لشتي على ما اعتقد. امير بليلي يرفع الكرة يوضعها ممتاز. ريعة من أمير بليلي وأروع من فيستون. حتى شعال إن قد دورت ما وحاول وتمدد والكرة لم تكن في إطار المرمى ببضع سنتيمترات. النتيجة هكذا هي الكرة لما تضيع نصف فرصة. هاي المحاولة كاد يكون الخطأ المشترك. الخشبات المرمى لكانت في شباك شاهد يعني
من حسن حظ ما انه هو هاي الكره ولعبها المهاجم. وينتهي الحوار بين المولوديه او بين الشبيبه والمولوديه بالتعادل الايجابي.